تعاقب الأجيال في النبات، وقلنا هناخد نبات إيه؟ الفجير، نبات الإيه؟ الفجير، نبات من إيه؟ من فصيلة السراخس، السراخس، خلاص؟ فنبات الإيه؟ الفجير، نبات الفجير ده اللي هناخده فيه تعاقب أجيال، فيه إيه؟ تعاقب أجيال. إحنا ما ننساش إن كان لما خدنا البلازموديوم كان الصفة الظاهرة في النواة نون، وما أصبحتش اتنين نون إلا في حالة واحدة، لما حصلت الإخصاب اللي هو اللاقحة والطور الحركي ودخلت جدار معدة البعوضة، وبعد كده بدأت إيه تعمل لنا كيس البيض وتنفجر. فأول ما ده كانت كيس البيض أصبحت نون، أصبحت إيه نون. هنا في السراخس أو في الفجير هيبقى تعاقب الأجيال، هنا هيبقى كله اتنين نون، هيبقى كله إيه اتنين نون، عكس الإيه عكس البلازموديوم. الفجير أو نبات الفجير ده بنلاقيه إيه؟ بنلاقيه في المشاتل، في إيه؟ في بتوع الزينة، في نباتات الزينة، نمرة اتنين، فبنلاقي النبات ده يطلع فيها، وتعد الحياة بتاعته إلى إيه؟ تعد إنها من تعاقب الأجيال. أول حاجة النبات كالآتي، هنلاقي هنا في مثلا إيه؟ أشباه جذور، ها؟ وهنا مثلا الساق، وهنلاقي هنا الأوراق، الأوراق طبعا خضراء بس هو اللون أحمر. فالأوراق خضراء، فهيبقى إيه الأوراق كده، بنسميه نبات إيه؟ بنسميه نبات جرثومي، والنون هنا في الخلية بتبقى اتنين نون، ونبات إيه؟ جرثومي، نبات جرثومي، خلاص؟ نبات جرثومي وهنا اتنين نون. نيجي للورقة نفسها، في ورقة هنلاقي الورقة في أسفلها موجود بثور، موجود إيه؟ بثور. في ايه في الورقه دي اللي هي الخط ده مثلا ورقه، فنلاقي موجود ايه بثور، البثور على السطح السفلي، السطح السفلي للورقه، على السطح السفلي للورقه، خلاص. بعد كده البثور دي بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها انها يحصل فيها في البثور انها تكون لنا حوافز جرثوميه، حوافز ايه جرثوميه. فنفترض دي مثلا سطح حتى من الورقه، وهنلاقي ايه هتعمل لنا مثلا كده، البثور دي هنلاقي تعمل لنا ايه لواقي، هنعمل لنا ايه حوافز جرثومية، حوافز جرثومية زي حكاية نبات الايه عفن الخبز، نفس العملية. فهنا ايه حوافز جرثومية، حوافز جرثومية داخل ايه داخل النتوءات دي. فالحوافز الجرثومية بها خلايا جرثومية، بها خلايا جرثومية اتنين نون، يبقى هنا اتنين نون وهنا اتنين نون وهنا اتنين، بها خلايا جرثومية اتنين نون. اللي بيحصل ان في الظروف الطبيعية والكويسة تنفجر هنا، فتنزل الجراثيم، فتنزل اي جرثومة، فالجرثومة تيجي في التربة، تيجي ايه في التربة، فلما تحصل تيجي في التربة هتنمو ومع المية وتكبر كده، وتروح مدلنا ايه مدلنا نبات مشيجي، مديالنا نبات اسمه ايه نبات مشيجي، لان هندخل في الطور الجنسي. النبات المشيجي بيبقى على شكل ايه على شكل قلب، على شكل ايه قلب، وله هنا اشباه جذور، وبيبقى من تحت، وبيبقى في ظهر الورقة او بطن الورقة، هنلاقي فوق هنا ايه في حاجات. اول حاجة دي بنسميها، في حاجة بنسميها الأرشيجونيا، الأرشيجونيا، وتاني حاجة اللي هنا بنسميها إيه؟ بنسميها الأنثريديا، الأنثريديا، الأنثريديا. يبقى في هنا حاجات بنسميها الأرشيجونيا والأنثريديا. الأنثريديا اللي هي هتبقى إيه؟ اللقاح الذكري، اللقاح الإيه؟ الذكري. والأرشيجونيا اللي هو إيه؟ الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية، خلاص. اللي بيحصل إن لما تنمو الأنثريديا بتنفجر من المكان اللي هي فيه، وتخرج وتعمل لنا حاجة اسمها سابحات مهدبة. سابحات إيه مهدبة؟ يعني إيه ليها أهداب، وليها أهداب ليه؟ لأن إحنا قلنا في المشيج الذكري لازم يبقى له ديل أو له صوت، ودي هنا مهدبة يعني ليها صوت. فهي ليه؟ عشان هي هتتحرك وتجري وتجري وتبحث
عشان توصل لمين؟ للأرشيجونيا. الأرشيجونيا بتبقى هنا زي ما هي في مكانها، ما بتتحركش خلاص. وطبعا هنا نون وهنا نون، هنا نون وهنا نون، يعني هنا نون أصبح وهنا نون، فايه فما بتتحركش. لما يجي السابحات المهدبة، يجي أي حد يروح واحد منهم مثلا دخل في الأرشيجونيا، في الأرشيجونيا ده حصل إيه؟ اللي هو إخصاب، فأصبحت هنا لاقحة، فأصبحت هنا إيه؟ اللاقحة. واللاقحة تبقى 2 نون، نون من هنا ونون من هنا، فأصبحت 2 نون. لما تيجي بعد كده اللاقحة وهي على النبات، هيحصل منها ايه؟ هيحصل انها تكون نبات تاني، تكون لنا نبات ايه تاني، تكون لنا نبات تاني. نشوف كده، ده اللي هو النبات المشيجي اللي هو ده، ده اللي هو ده. وهنا مثلا الارشيجونيا هتروح عامله لنا ايه؟ عامله لنا وتنمو بعد اللاقحة دي، اللاقحة، اللاقحة هتنمو وهتنمو وتعمل لنا ايه؟ وتعمل لنا ايه برضو نبات تاني جديد، ويبدأ النبات يعني ياخد الشكل اللي هو ايه اللي هو ده. وهو بيتغذى في فتراته على النبات الايه، على الوضع الجزء المشيجي ده او النبات المشيجي، لغاية ما هو يقدر يكون جذور وياخد اكله بنفسه، ده ايه، ده يختفي او يموت او يدبل خلاص، ويبدأ الطور ده يبدأ لوحده اللي هو الطور الجرثومي اللي هو عملناه هنا في الاول. دي كده اللي هو الفوجير، وهو مثال من نبات، من نباتات السراخس. وده الطور المشيجي اللي هو قلنا عليه، الطور المشيجي اللي هو من اول فين؟ قلنا اول ما يحصل هنا في اول ما تحصل النبات المشيجي لغاية ما تحصل اللاقحة، ده كله جنسي. وبعدين كده لا جنسي اللي هو من اللاقحة وانت طالع. هنا طبعا نون ويرجع 2 نون، لأن كل الدورة هتبقى 2 نون بعد كده، عكس البلازموديوم كانت الدورة كلها نون وفي الجنسي عملت 2 نون. ده بالنسبة للبتاع اللي هو الكلام اللي احنا عاوزين نقوله. طيب بعد كده عندنا التكاثر في النباتات الزهرية، هناخده الحصة الجاية إن شاء الله. كده احنا خلصنا الدرس الثاني من التكاثر في النباتات، اللي هو أخدنا اللاجنسي وخدنا الجنسي وخدنا الجنسي، وكده خلصنا فصلين يعني او بابين او درسين. هناخد التكاثر في النباتات الزهرية عشان بعد كده ناخد ايه اللي هي في الزهور، عشان بعد كده ناخد التكاثر في الايه، في الجنسي في النباتات. التكاثر في النباتات الزهرية هو تكاثر جنسي، ناخد بعد كده التكاثر في الايه، في الانسان، هناخد بعد النباتات الزهرية. ده كل اللي نقدر نقوله. طبعا انا هسجل لكم تسجيل طبعا بدون سبوره، اتكلم كلام نظري على الكلام اللي احنا قلناه قبل ما ندخل في النباتات الزهريه ان شاء الله، يعني في وقت قريب ان شاء الله. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه ان شاء الله، واي حاجه او تعليق او اي حاجه فنحن احنا تحت امركم. صح انا بهدي في خط السير اللي انا ماشي فيه عكس الاول، كنت سريع لان احنا بدأنا تقريبا في نص 11، واحنا دلوقتي يعني عندنا حوالي 3 ابواب او 3 فصول، فيعني ان شاء الله ربنا يسهل، احنا في نص المقرر تقريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا.